اعتقال الرائد محمود الورفلي المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية. قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر التي تسيطر على معظم مناطق شرق ليبيا تعلن أن الورفلي معتقل وهو قيد التحقيق، لكن تلك القوات لم تعلن في بيانها أنها ستسلمه للمحكمة الدولية. الرائد محمود الورفلي هو قائد وحدة خاصة في قوات حفتر يشتبه بأنه مسؤول عن عمليات قتل وإعدام جماعي. الادعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية اتهم الورفلي بتنفيذ إعدامات ميدانية لمدنيين ومسلحين مصابين بين عامي 2016 و2017، كما اتهمت الورفلي بارتكاب جرائم حرب عبر تورطه في مقتل أكثر من 30 شخصا في مدينة بنغازي. وفي تحدي لمطلب العدالة الدولية، رفض المتحدث باسم القوات الخاصة التابعة لحفتر مذكرة التوقيف التي أصدرها قضاة المحكمة الجنائية الدولية، وعوضا عن ذلك طالبها باعتقال الخصوم. منظمة هيومان رايتس ووتش من جانبها طالبت برلمان طبرق المساعدة على تسليم الورفلي للجنائية الدولية. اختبار صعب تمر فيه قوات حفتر، فهي أمام خيارين أحلاهما مر، فإما أن ترضخ للضغط الدولي وتسلم الورفلي وبذلك تكون قد تخلت عن واحدة من أبرز قادتها، أو أن ترفض تسليمه وهو ما يضعها في مواجهة صعبة أمام المجتمع الدولي الذي تسعى أساسا لكسبه بدعوى محاربة الإرهاب.